انسجاما مع أولويات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الاهتمام بالشركاء وتقديرا لدورهم الفعال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، نظمت منطقة الشارقة الطبية صباح أمس حفل تكريم للداعمين لأنشطتها. وأعرب محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية عن اعتزاز المنطقة بعلاقات شراكة والتعاون مع مختلف الجهات، بما يؤكد أهمية العمل الجماعي واتخاذ خطوات فعالية تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021. وتضمن الاحتفال تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين والصحفيين والمتعاونين والرعاة، وعرض فيلم عن المبادرات المشتركة، وحوارا مفتوحا مع الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.